السلام عليكم، ازيكم يا امارات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير. النهارده هنكمل مع بعض سلسله اصنعي مكياجك بنفسك في البيت بطريقه سهله من مكونات تكون موجوده اصلا في البيت، مش هنحتاج ننزل نشتري حاجه خالص. النهارده هنعمل مع بعض كريم اساس واقي من الشمس، يعني 2 في 1. هتعملي اسهل واروع فاونديشن واقي للشمس. كل اللي هنحتاجه اي نوع واقي شمس، انا عندي سان بلوك اهو، واي علبة بودر عندك في البيت. دي العلبة الشقيانة اللي انا دايما بعمل بيها جميع الوصفات، عملت بيها قبل كده وصفة كريم الاساس للبشرة الحساسة والدهنية، وعملت برضو منها طريقة عمل الفاونديشن والبودرة كمان المائية ببلاش في البيت، وعملت منها حاجات كتيرة جدا. انا هسيب لك اللينكات دي في صندوق الوصف لو انت حابة تتفرجي وتاخدي فكرة. طيب يلا بينا بقى بسرعة نشوف احنا هنبدأ نعمل ايه. بصي بقى يا حبيبتي، احنا اول حاجة هنعملها هاخد حبة من العلبة البودر دي، هناخد كمية الاول. طبعا انت بتستعملي اي نوع انت بتستعملي، انا مش هقولك مثلا ماركة ولا نوع معين، لا ابدا خالص، اي حاجة. بس انا حابة الاول ابدأ ان انا احط السان بلوك الاول. هناخد بس كمية كده علشان بس ايه اوريك الطريقة. ممكن انت تعملي كمية وتحطيها، طبعا تحفظيها في اي علبة عندك، ويبقى الموضوع سهل، يعني قبل ما تنزلي على طول الشغل ولا مشوارك الصبح تبدأي تستعمليها على طول، وتبقى اختصرنا خطوة يعني 2 في 1 وايه واوام اوام كده وتنزلي. بصي حبايبي، انا حطيت كمية وهنشوف اذا كان عايز تاني ولا لا. هنقعد طبعا نقلب. طبعا بتخليها كريم، احنا مش هنتقلها، يعني هنخليها برضو ايه زي اي فونديشن بتحطيه، مش هنخليه سميكي يعني. اوكي نبدأ نقلب كده ايه بحيث يبقى ناعم كده وطري وكريمي. يعني اهو يا بنات انا قلبته كويس، انا بس عايزة اجربه لكم. هو معلش الاضاءة عندي هنا تعتبر مغمقة الكريم، بس والله بجد تحفة تحفة تحفة، يعني انا بستعمله وجميل جدا، وانا متأكدة ان هو هيعجبك جدا. قومي بقى يا قمر بسرعة اعملي الكريم الاساس الواقي من الشمس اللي احنا لسه عاملينه مع بعض دلوقتي، وتعالي قوليلي رأيك ايه في التعليقات، وانا مستنية رأيك لان رأيك بيهمني. اكيد طبعا كلنا عندنا في البيت علبة البودر والسان بلوك. يا رب يكون النهاردة افدتكم والفيديو يكون عجبكم، يكون سهل وبسيط عليكم. ولو احتجتوا اي وصفة يا ريت تكتبيلي في التعليقات وانا تحت امركم، وانا فورا بعمل اي وصفة انتوا بتقولولي عليها، لان طلباتكم اوامر. بشكركم وباي باي.